السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع تبسة، حيث تتواصل الأشغال تحت تحديث وإزدواجية الخط المنجمي الشرقي الممتد على طول 422 كيلومتر في المقطع الأول من الطريق المنجمي الشرقي، والرابط بين جبل العنقوة وواد كبريت، حيث تعرف أشغال مستوى متقدم في نقاط التقاطع في منطقة العوينات. وللعلم أن الصور هذه مأخوذة من منطقة هذه نتاع العوينات إذن، ونترككم تتابعون هذا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.